انخفاض أسعار هذه السلع مفاجآت بالجملة من وزير التموين للمواطنين، ننشر التفاصيل. والتصريح الأخطر في مصر، بيان صادم من عالم مصري كبير حول غرق مدن مصرية. وعاجل خبر صار من الداخلية المصرية، تفاصيل القبض على أكبر شبكة منافية للأهداف في مصر، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، شاب يزف عروسة ليلة الفرح بطريقة غريبة في مصر. وتعرف على فرص سقوط الأمطار وبيان عاجل من الأرصاد. والحكومة تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية للابتدائية والإعدادية. في البداية زي ما متعودين في كل فيديو، عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر في التعليقات تحت، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وانخفاض أسعار هذه السلع مفاجآت بالجملة من وزير التموين للمواطنين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي للمواطنين، وده بيدعم عجلة التنمية الاقتصادية وبيحفز الاستثمار وبيعزز الالتزام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون أن تقوم الدولة بفرض أعباء إضافية على المواطنين. وفي هذا الأمر أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يعفي المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضروات والفواكه المنتجة محليا من الضريبة على القيمة المضافة، وقال إن ده هيصب في مصلحة المزارع والمواطن بشكل عام. نيجي لنقطة انخفاض الأسعار. خليفة أضاف لتصريحات لصدى البلد إن القرار ده هيؤدي لانخفاض الأسعار بالأسواق وهيشجع على التنمية الصناعية الزراعية واللي هتعتمد على المنتجات الزراعية، وده هيدفع عجلة التنمية الاقتصادية. ونقيب الزراعيين قال انه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كله دعم وتخفيف اعباء على المواطنين وبصفة خاصة اهالينا الفلاحين. اضاف ان التوجيهات الرئاسية بتعمل على تنمية القطاع الزراعي وكمان الصناعي من المنتجات الزراعية، وهتساهم بشكل كبير في زيادة دخل اصحاب مصانع المنتجات الزراعية. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. إذا مفيش ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة كمان مفيش ضريبة قيمة مضافة عليها، فده بالتالي هيقلل أسعار يعني المنتجات الزراعية وهيخفف الأعباء على المواطنين جميعا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر. والتصريح الأخطر في مصر، بيان صادم من عالم مصري كبير حول غرق مدن مصرية. والعالم المصري فاروق الباز أكد على ضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية، وخاصة أن مصر من أكثر الدول اللي هتتأثر بالتغييرات دي. وقال أن فرص واعدة لمصر في مجال الطاقة الشمسية قادمة، وشدد ان مصر من اهم الدول التي يجب ان تشارك في تغير المناخ، وقال ان التغيرات المناخية ممكن تخرب الدنيا في مصر. العالم المصري قال احنا بنكتشف في الصحراء الغربية اثار انهار ووجود زرافات وحيوانات لم تعد موجودة. يعني في الصحراء الغربية كان في انهار وكان في حيوانات بس انقرضت خلاص. الباز اشار في تصريحاته في مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر، قال ان في مبالغة زايدة عن اللزوم فيما يتعلق باختفاء بعض المدن مثل غرق الإسكندرية ودمياط، وقال لابد أن نعرف تأثيرات التغير المناخي وما سيحدث. وضح أن البحر الأحمر يتسع وشبه الجزيرة العربية تبتعد عن إفريقيا 2.5 سنتيمتر كل سنة. وقال العالم المصري أن وصول السفينة الفضائية العلمية إلى محور الشمس الذي تصدر منه الحرارة وما نراه هو عبارة عن انفجارات، أشار إلى أن هذا الفريق يذهب ليعلم كيف يحدث ذلك وكيف تقوم الشمس بإصدار الطاقة. وقال فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، قال إن في اهتمام كبير مصري
بالطاقة المتجددة وطرق استخدامها خاصة الطاقة الشمسية في ظل التغيرات المناخية، وقال يمكننا أن نصدر طاقة شمسية لأوروبا ونمتلك نماذج مبهرة. المصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذا كان تصريحا من العالم المصري الكبير فاروق الباز. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبر صار جدا من الداخلية المصرية، تفاصيل القبض على أكبر شبكة منافية للآداب. والأجهزة الأمنية المصرية كشفت عن تفاصيل القبض على أكبر شبكة منافية للآداب داخل نادي مشهور بعد قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات. والتحريات أضافت أن العاملات بالنادي الصحي يقومون بإغراء المترددات على المكان واستدراجهن لممارسة الأعمال المنافية بمقابل مادي 500 جنيه في الجلسة الواحدة. الأجهزة الأمنية كشفت حقيقة القائمين على النادي ومداهمة المكان الذي تم استخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ممارسة الرياضة وجلسات المساج. التحريات ذكرت أن مالك الجيم تمكن من الهرب بمجرد اقتراب الأجهزة الأمنية للمكان. تم القبض على مدير النادي وثلاث سيدات وصبي لتقديم المشروبات للزائرين على المكان. وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا باستخدام صالة الألعاب الرياضية في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واعترفت الفتاتان بأن مالك النادي قام باستغلالهما في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي. التحريات قالت أنه أثناء القبض على المتهمين في واحدة من الستات حاولت أنها تنط من نافذة، ولكن ده تسبب في إصابة بكسر في اليد وتم نقلها للمستشفى برضو تحت حماية رجال الشرطة. ولما الداخلية أو التحقيقات واجهت المتهمين اعترفوا طبعا بارتكابهم هذا النشاط المنافي للآداب، وتم يعني إحالتهم لجهات التحقيق. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر يعني ظريف معانا، وفي مفاجأة كبرى شاب يزف عروسة ليلة الفرح بطريقة غريبة في مصر. قام شاب بزف عروسة ليلة الفرح بطريقة غريبة جدا في مصر ومش مألوفة عند المصريين، حيث قام باصطحاب عروسته داخل سيارة نقل اللي هي الشاحنة التراك اللي هي بنقول عليها الكساحة. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يعني نشروا فيديو وهم مصورين الكساحة أو التريلا، مصورينها والعريس والعروسة قاعدين جنب بعض، العريس بيسوق والعروسة قاعدة جنبه، وفرح كبير جدا وهم راكبين التريلا وعربيات بتمشي حواليه. العروسان طبعا ظهروا داخل الزفة بشكل مختلف وطبعا مش مألوف على الناس، الناس بتشوف يعني العريس والعروسة بيكونوا مثلا في عربيتهم قاعدين ورا وحد بيسوق، أو بيأجروا عربية وقاعدين ورا وفي راجل بيسوق العربية اللي قاعدين فيها. ولكن المرة دي يعني شيء مختلف وظريف جدا، وطبعا يعني الطرائف بتاعت المصريين ما بتعيش عند كده. في مارس الماضي في عروسين برضو عملوا زفة، ولكن المرة دي باللودر، اللودر ده اللي هو بيشيل الرمل. فطبعا يعني المصريين دول عليهم حبة حاجات جميلة جدا وطريفة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر، والمصدر معانا كان من صحيفة هن. وننتقل مع بعض الخبر آخر، والحكومة بتكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية الابتدائية والإعدادية. والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأكد أنه في ضوء ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واللي نفت تلك الأنباء. الوزارة قالت أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 21-22، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن. شدد على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022 دون أي حذف
من أي جزء من المناهج. الوزارة أشارت إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مناشدة طلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع أخذ المعلومات من المصادر الرسمية. طيب أنا هنا في النقطة دي حابب أوجه لحضراتكم نصيحة يعني مهمة جدا. النصيحة هي إن حضرتك ما ينفعش تتابع أي شخص بيكتب أي بوست على الفيسبوك في أي جروب من جروبات يعني المتعلقة بالتعليم في مصر، إذا كان المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية، ما ينفعش ناخد كلام يعني منشور في بوستات وأشخاص هم اللي كاتبينها، يعني ما ينفعش ناخد كلام ده من جهات غير رسمية. طيب حصل وحضرتك يعني قريت بوست على الفيسبوك، وطبعا خصوصا الفيسبوك يعني الناس بتنشر فيها اللي هم عاوزينه. طيب حضرتك قريت حاجة على الفيسبوك او بوست على الفيسبوك، ممكن حضرتك ترجع للمصادر الرسمية، تفتح مثلا جوجل او تفتح مثلا المصادر الرسمية، شوف حضرتك بتتابع انهي جريدة وتكتب عنوان حذف اجزاء مثلا من المناهج التعليمية الابتدائية والاعدادية وتشوف هل الكلام ده صحيحي ولا لا. هتلاقي كذا مقالة طلعت لحضرتك، وهتلاقي مثلا ان لو الخبر صحيح هتلاقي ان في مصادر رسمية بتقولك ان هذا الخبر صحيح، ولو مش صحيح هتلاقي برضو مصادر رسمية بتقولك ان هذه المصادر غير صحيحة. زي دلوقتي مجلس الوزراء المصري بيقولك ان هذه الاخبار غير صحيحة، يجب ان تتأكد من المصدر بنفسك. ودي كانت نصيحة من أخ لحضراتكم، والمصدر معانا في هذا الخبر كان من صحيفة الموجز المصرية. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وعاجل تعرف على فرص سقوط الأمطار اليوم في مصر. وخبراء الأرصاد في مصر قال إن النهاردة السبت هيشهد انخفاض في درجات الحرارة، هيسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، هيبقى مائل شوية للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هيئة الأرصاد الجوية قالت إن اليوم السبت هيشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. درجة الحرارة العظمى اليوم بالقاهرة هي 19 درجة. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. طبعا ما فيش معلومات عن درجة الحرارة الصغرى، ولكن هيبقى ما بين 12 ل 13. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، وكان معنا أيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة ليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.